يقول: ما حكم من يوظف أسماء الله الحسنى يعني على من خلال جعلها دواء أو شيء لأعضاء البدن؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا بالنسبة لأسماء الله تعالى الحسنى، هي أسماؤه جل وعلا البالغة في الحسن الغاية والمنتهى، وقد أمرنا الله جل وعلا بدعائه بها، قال سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال جل وعلا: وله الأسماء الحسنى. وأسماء الله جل وعلا لا حصر لها، ولذلك ربنا جل وعلا له الأسماء التي لا حصر لها، لكن ما أطلعنا الله عليه في الدنيا 99 اسم جاء ورد أغلبها في القرآن وثبت في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك أسماء الله توقيفية، يعني لا مجال للعقل والاجتهاد والذوق والرأي فيها بوجه من الوجوه. لا يجوز الإنسان أن ينشئ ويخترع اسم من عند نفسه، ولذلك أسماء الله حسنى. وهذه الأسماء كلها تدل على ذات واحدة وهو الله جل وعلا، والأسماء الحسنى كلها ترد إلى اسم الله، اسم الجلالة الله. الله يقال أسماء الله هو الرحمن، الله الرحيم، الله كذا. الأمر الثاني ما ذكرته يا أبا إبراهيم مما انتشر بين الناس وللأسف الشديد وأخذ يتطور سنة عن سنة فيما يتعلق بتوظيف أسماء الله الحسنى لعلاج بعض الأعضاء، فيقولون مثلا اسم الله السميع هذا يردد لعلاج شيء في السمع، اسم الله البصير للبصر، اسم الله الجبار لآلام العظام مثلا، اسم الله كذا لكذا. هذه بدعة من البدع، هذه بدعة من البدع ومحدثة من المحدثات ومخالفة من المخالفات. وقد تطور الحال حتى رأيت صورة وللأسف الشديد لمعبود من معبودات غير المسلمين للأسف الشديد مما يعبد، وضع صورته و جيء بأسماء الله تعالى الحسنى لتشير إلى أن هذا الاسم من أسماء الله لمنطقة الأذن، هذا لمنطقة الدماغ، هذا لمنطقة الأعضاء الداخلية الباطنية، هذا لكذا وهذا لكذا. وهذه بدعة ومحدثة، ولا يجوز للإنسان أن يتناقلها إلا على سبيل التحذير منها، ويعني التأكيد على حرمة ترويجها، خاصة وأن فيها مخالفة عقدية خطيرة جداً. ولذلك الإنسان يدعو الله عز وجل بأسمائه، فيقول: يا رحمن ارحمني، يا غني أغنني، يا ستير استرني، يا قوي قوي إيماني. هكذا أراد الله عز وجل وبين هذا النبي عليه الصلاة والسلام. أما ما يتعلق بتوظيف هذه الأسماء من خلال ما يسمى بعلم الطاقة، وأن والله إذا كررت هذا الاسم، هذا نوع من الجنون ونوع من العبث، وهي بدعة ومحدثة من المحدثات. على الناس أن يتقوا الله وأن لا ينفردوا بمثل هذه الآراء، أو أنهم يستوردونها من ملل وطوائف أخرى ويوظفونها على أنها دين وشريعة، هذا لا يجوز وحرام. وكل من نشر مثل هذه الأشياء فإنه يشارك في الإثم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهل يرضى المسلم أن يحمل وزره أو وزر من وراءه؟ وكم الآن من يعمل بمثل هذه المحدثة وهذه البدعة ويكون عليه الوزر، وأن تتحمل أيها الناقل والناشر والمذيع لمثل هذه الأشياء بين الناس، تذيعها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. حذروا منها، وعلى الناس أن يتقوا الله. والحمد لله الله عز وجل قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل الله بأسمائه، وما كان يوظف هذه الأسماء والله للأمراض العضوية مثلا، يقول هذا الاسم لكذا، وما فعل الصحابة ولا الأئمة الأربعة ولا أحد من أهل العلم. أنا ما أعرف أحد من أهل العلم سواء كان من المبرزين المنتهين أو من المبتدئين يعني اللي في طريق الطلب، أنه يقول بمثل هذا، ما فيه لا في القديم ولا في الحديث. ولذلك هذه من بدع هؤلاء الذين ينحون مناحي قضية الطاقة وما الطاقة، وأفلسوا في كثير من الأشياء، وبدأوا يلبسون على الناس دينهم من خلال هذا التوظيف لأسماء الله تعالى الحسنى. هذا كلام حقيقة غاية في الخطورة، حتى أن بعضهم يأتي الآن إلى سورة من القرآن ويقول لك: والله هذه السورة فيها طاقة، تمنحك طاقة وشيء من هذا القبيل. هذا لعب بدين الله وافتراء على الله الكذب، وافتراء على النبي عليه الصلاة والسلام الكذب. فعلى الناس أن يتقوا الله،